بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بفضل الله تلبية لطلباتكم، عملنا مجموعة علشان نجاوب على أسئلة الناس بشكل أفضل. عاوز أفكركم يعني تدخلوا على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجلوا حساب علشان نكون مع بعض على طول. المجموعة سميناها جاوبني تكنولوجي، والرابط بتاعها سهل جدا وهو answer.me.tech، وهسيب لكم الرابط في الفيديو. ان شاء الله يكون نافع للجميع. اي حد منكم عايز يسأل اي سؤال في التكنولوجي يدخل على المجموعة ويطلب انضمام، وبعد لما يتوافق عليه ان شاء الله يدخل وينشر في اي وقت ويسأل، واحنا ان شاء الله هنجاوبه في فيديوهات مخصصة بإذن الله. عاوز برضو افكركم بحاجة، ان الاكاديمية بفضل الله عليها شروحات كتير جدا في مجالات كتير جدا ولغات كتير جدا وحاجات كتير جدا مشروحة عليها، من اول حد ما يعرفش حاجة خالص في التكنولوجيا خالص ولا حتى يعرف يمسك الماوس، لغاية واحد بفضل الله محترف بيعمل اي تطبيق هو عايزه. فقبل ما تسأل ادخل على الاكاديمية وبص في الكورسات اللي فيها، ممكن تلاقي الاجابة بتاعتك موجودة بس انت ما ذاكرتهاش. فبص في الكورسات اللي موجودة وذاكر كويس قبل ما تسأل، لان الافضل انك تتعلم قبل ما تسأل. يعني انت لما تيجي تسأل، تسأل الاول في اسئلة بقى خلاص حيرتك وانت داخل تسأل عليها، اللي هو انت خلاص مش لاقي اجابتك في الشرح ده وفي الشرح ده وفي الشرح ده، فخلاص تبدأ تسأل واحنا نجاوبك ان شاء الله. اما الاسئلة بقى اللي هي يعني ابدأ منين واتعلم ايه واذاكر، اسأل مفيش مشكلة. انا ما اقصدش الاسئلة دي، انا اقصد الاسئلة اللي هي فيها اكواد، يعني مثلا ازاي اعمل كومبو بوكس على الشاشة، ازاي اعمل تطبيق اندرويد، ازاي ده اللي انا اقصده. لكن حتة بقى ابدأ منين واتعلم كام لغة واشتغل بانهي لغة، اسأل براحتك مفيش اي مشكلة، وان شاء الله هنجاوب باذن الله. لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي، ولو انت مش مسجل في موقع حسوني اكاديمي سجل دلوقتي حساب وكون معانا دايما بفضل الله، وشاهد الفيديوهات وتعلم منها، وما تنساش تعمل لايك بفضل الله، وانشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بإذن الله.